أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. صدق الله العلي العظيم. أنت اليوم صباحا غسلت جسمك، الآن جسمك نظيف، لا توجد وساخة على جسمك إلا لعله شيء قليل من العرق الذي يزال برشة ماء. ولكن الشخص الذي لم يذهب إلى الاستحمام إلى غسل الجسم 3 أيام، بعد 3 أيام جسمه أصبح وسخا، مقدار من العرق، الغبار الذي يعلق على الجسم، الدهون الطبيعية للجسم، الإفرازات الطبيعية للجسم، هذه تشكل طبقة ولو خفيفة من الأوساخ. هذه الطبقة من الأوساخ لا تزال برشة ماء، على الأقل على الأقل تحتاج إلى ماء حار جدا. إذا هذه الفترة امتدت أسبوعا، طبعا الماء الحار جدا أيضا لا يكفي، يحتاج حتما إلى صابون. إذا في هذا الأسبوع
الشخص كان في كل يوم من الصباح إلى العصر يعمل في الطين، يتعرض للأوساخ، الصابون العادي أيضا لا يكفيه بعد أسبوع، يحتاج إلى صابون قوي. إذا كان الشخص يعمل في القير، الصابون القوي أيضا لا يكفيه، يحتاج إلى منظفات قوية جدا. هذا وضع أجسامنا، الوضع الطبيعي لجسم الإنسان. هكذا يكون وضع أرواحنا. أحياناً الإنسان يرتكب سيئة من السيئات صغيرة، هذا لعله بعمل صالح عادي يتمكن أن يزيل أثر تلك السيئة عن قلبه. أحياناً الإنسان يرتكب كبيرة، هذا يحتاج إلى عمل أكبر أقوى. أحياناً تتكدس الذنوب على روح الإنسان والعياذ بالله تعالى، تجتمع هذه الأوساخ الروحية، هذا يحتاج إلى أعمال قوية جدا حتى تزيل آثار تلك الأوساخ الروحية. أحيانا العياذ بالله تعالى الإنسان يسير فترة في الغفلة، ارتكاب المعاصي الذنوب من غير اهتمام، استصغار الذنوب، الإصرار على الذنوب العياذ بالله تعالى، هذا ليس مهما، غيري أكبر جرما مني، وأمثال هالكلمات. هذا يحتاج إلى منظف قوي جدا لروحه، هذا مثل القير. هنا حديث شريف رواه الشيخ الطوسي بسند موثق أو صحيح، الحديث مشهور، لعلكم سمعتم هذا الحديث، لعلكم تحفظون هذا الحديث الشريف عن الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو كان على دار أحدكم نهر فاغتسل في كل يوم منه 5 مرات، أكان يبقى على جسده من الدرن شيء؟ هذا الذي في كل يوم 5 مرات يغسل جسمه في نهر، يبقى على جسمه شيء من الدرن، يعني من الأوساخ؟ قالوا: لا. قال صلى الله عليه وآله: إن مثل الصلاة كمثل النهر الجاري، كلما صلي صلاة كفرت ما بينهما من الذنوب. الصلاة تطهير، تكفير، الصلاة لا تجعل الذنوب هذه الأوساخ الروحية تتكدس،
حتى تشكل مشكلة صعبة في اقتلاع هذه الأوساخ. أول بأول تزيل. هنا ملاحظة، كما أن الأوساخ المادية درجات، كما أن المنظفات المادية درجات، الأوساخ المعنوية أيضا درجات، المنظفات المعنوية أيضا درجات. تقتلع القير بدرج بشكل، تقتلع رشة غبار بشكل، ذاك بالماء العادي تنهي الغبار عن يدك، أما القير اللاصق كيف تتمكن أن تقتلعه؟ الوضع يختلف، الأوساخ تختلف، المنظفات تختلف. أنت تريد أن تقتلع شيئا من الأوساخ بمنظف قوي، تمسح هذا المنظف القوي يقلع الوسخ، بمنظف عادي تحتاج إلى أن تجهد نفسك حتى تزيل هذا الوسخ. الأوساخ تختلف، المنظفات تختلف، في الأمور المعنوية نفس الشيء، كما أن الذنوب تختلف، درجات الذنوب تختلف، درجات الذنوب تختلف، يعني هذا الذنب يوسخ قلب الإنسان بشكل، ذاك الذنب يوسخ قلب الإنسان بشكل آخر. المنظف أيضا يختلف، المنظف ما هو؟ الصلاة، الصلاة تنظف، الصلاة تختلف، درجات الصلاة. مرة الإنسان يصلي لا يعرف ماذا قرأ، كيف ركع، ماذا ذكر في الركوع، هذه الصلاة لها تأثير؟ أنا لا أقول ليس لها تأثير، ولكن أثرها ضعيف جدا. هذه الصلاة لا تزيل إلا لعله بعض آثار السيئات الصغائر، لعله. أما الصلاة التي يكون الإنسان متوجها فيها إلى الله عز وجل، لا، هذه قوية. الصلاة التي تكون للإنسان حالة توجه قوية، هذه تقتلع جذور الذنوب. الصلاة التي تكون بتمامها متوجها الإنسان، متوجها إلى الله عز وجل بدرجة عالية من التوجه، من الخضوع، هذه الصلاة منظف قوي. الإنسان الذي يبتعد عن الذنوب يحتاج إلى منظفات أم لا؟ حتى الإنسان الذي يبتعد عن الذنوب يحتاج إلى المنظفات. الدنيا هي خطيرة، المنظفات المعنوية والأوساخ المعنوية بعضها يزيل بعضا، فكلما كانت عندك من المنظفات أكثر احتمال مجيء الأوساخ إليك أقل، كلما المنظفات عندك أقل احتمال مجيء الأوساخ إليك أكثر. يعني المنظفات تعد حواجز، تعد موانع من وصول الأوساخ إلى قلبك. حتى الذي يبتعد عن الذنوب يحتاج إلى منظفات، كيف بمن لا يبتعد عن الذنوب؟ لعل هذا من التفاسير لاستغفار الأولياء. لماذا الأولياء يستغفرون؟ الأولياء لا يرتكبون الذنوب، هذا جزء من تفسير استغفار الأولياء، استغفار المقربين إلى الله عز وجل. لماذا هؤلاء يستغفرون؟
وقاية بعضهم يستغفرون. الاستغفار وقاية أيضا، ليس فقط تنظيفا. الإنسان الذي يتعرض للذنوب يحتاج إلى تنظيف. منظفات ما هي؟ أذكر لكم بعض المنظفات. المنظفات كثيرة، كما أن الأوساخ كثيرة، الذنوب والعياذ بالله تعالى، المنظفات أيضا كثيرة. خلاصة المنظفات في هذه الآية المباركة: إن الحسنات يذهبن السيئات. منظف، ولكن ما هي الحسنات التي تذهب السيئات؟ أذكر لكم نماذج. أولا الصلاة، حسب هذه الرواية الشريفة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الآية القرآنية، وروايات شريفة أخرى وآيات قرآنية أخرى. ثانيا من المنظفات الاستغفار. أنا لا أقول لقلقة اللسان لا تؤثر، ولكن أثرها ضعيف قطعا. الاستغفار، طلب الغفران من الله عز وجل، طلب. كيف يستغفر الإنسان؟ متى يستغفر الإنسان؟ الأوقات المفضلة للاستغفار؟ هذا موضوع آخر. الاستغفار من المنظفات، وهذا من عظيم فضل الله عز وجل على البشر. الإنسان يخالف الله عز وجل، يقول ولكن بالتفات، يقول: إلهي خلاص، إلهي عفوا، أتوب إليك، خلاص. كم هو عظيم باب الاستغفار، باب التوبة. هذا ثانيا. ثالثا من المنظفات للأوساخ الروحية إعانة، إغاثة، مساعدة المؤمن، خصوصا في حاجاته الملحة. إحدى الروايات في هذا المجال في نهج البلاغة يقول مولانا وسيدنا إمام المتقين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة: من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف وتنفيس المكروب. هذا من الكفارات للذنوب العظام، مساعدة شخص ملهوف مكروب عنده مشكلة كبيرة. الشاب عنده مشكلة في الزواج، شخص عنده مشكلة في جسمه، مرض جسماني، عنده مشكلة في جهات حكومية، عنده مشكلة كبيرة تحل بيد شخص أنا أتمكن أن أكون واسطة، وغير ذلك. هذا ثالثا من المنظفات. من المنظفات والمطهرات القوية البكاء على المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. يقول مولانا وسيدنا الإمام أبو الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: إن يوم الحسين أقرح جفوننا، إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه: وعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. منظف قوي قوي، مطهر. خامسا من المنظفات للروح، من المطهرات للقلب، بل أقوى المنظفات والمطهرات، حب وولاية علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
حب علي حسنة لا تضر معها سيئة. منظف وقاية وعلاجا. تفسير هذه الرواية الشريفة اقرأوا معنى هذه الرواية الشريفة كما كتب ذلك فقهاؤنا الكبار. يعني ماذا حب علي حسن لا تضر معها سيئة؟ هذه الرواية الشريفة تبين وقاية وعلاجا. في الكافي الشريف هناك حديث مفصل يقول الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، لعل هذا نص عبارة الإمام: لا دين لمن دان الله عز وجل بولاية إمام جائر ليس من الله. الذي يدين الله بولاية إمام جائر، هذا الإمام الذي ليس من الله، الله ما جعله إماما، هذا الشخص الذي يدين بولاية هكذا إمام لا دين له. ولا عتب على من دان الله عز وجل بولاية إمام عادل من الله. كلام جدا عجيب. الراوي هو فقيه، هو شخصية كبيرة، عبد الله ابن أبي يعفور. الراوي يستغرب، هؤلاء الذين دانوا بولاية إمام جائر ليس من الله، هؤلاء لا دين لهم. إن رأيت عملا صالحا العمل الصالح لا قيمة له لأنه صادر من هؤلاء. هؤلاء الذين دانوا بولاية إمام عادل من الله عز وجل لا عتب عليهم. يعني ماذا لا عتب عليهم؟ عبد الله بن أبي يعفور يستغرب، يسأل من الإمام عليه الصلاة والسلام: ما العلة أن لا دين لهؤلاء ولا عتب على هؤلاء؟ هؤلاء بعضهم أعمالهم صالحة، أنت تقول لا دين لهؤلاء. هؤلاء بعضهم والعياذ بالله تعالى يرتكب بعض الذنوب، كيف تقول لا عتب على هؤلاء؟ فيقول عليه الصلاة والسلام، كم الكلمة جميلة وكل كلامهم جميل، يقول صلوات الله وسلامه عليه: لأن سيئات الإمام الجائر تغمر حسنات أوليائه، وحسنات الإمام العادل تغمر سيئات أوليائه. شخص عليه من الأوساخ ما عليه، ولكن يدخل إلى بحر من المنظفات، بحر من أقوى أنواع المنظفات. هذا الشخص يبقى على جسمه شيء من الأوساخ؟ أبداً. بحر من المنظفات. الإمام العادل من الله عز وجل هكذا، بحر من المنظفات. هذا البحر يغمر سيئات أوليائه. شخص آخر ملابس نظيفة، جسم نظيف جدا، يدخل إلى بحر أجلكم الله من الأوساخ والقاذورات والنجاسات. هذا يبقى في جسمه شيء، نقطة تبقى في جسمه نظيف؟ أبدا، كل جسمه يتوسخ، بحر العياذ بالله من الأوساخ
الإمام الجائر هكذا بحر من الأوساخ. بمجرد ما يرتبط الإنسان بالإمام الجائر الذي هو ليس من الله عز وجل فورا يتوسخ، فورا في اللحظة، لأن سيئات الإمام الجائر تغمر حسنات أوليائه، وحسنات الإمام العادل تغمر سيئات أوليائه. عرفت يعني ماذا؟ حب علي حسن لا تضر معها سيئة. إمام عادل من الله النظيف، لا ليس هو نظيفا فقط، حبه ولايته أقوى منظف. الآية المباركة التي توجنا بها حديثنا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. المعنى الظاهري من القسم الأول من الآية، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، واضح. المعنى الظاهري للقسم الثاني يحتاج إلى تدقيق. يعني ماذا ولذكر الله أكبر؟ ذكر الله أكبر من الصلاة، يعني ماذا؟ لا علي الآن بالمعنى الظاهري لهذه الآية المباركة، والمعنى الظاهري صحيح طبعا، ولكن وردت رواية شريفة في الكافي الشريف في بيان بطن من بطون هذه الآية، تأويل هذه الآية المباركة. يقول الإمام أبو جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام كما روي عنه في هذه الرواية الشريفة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول عليه الصلاة والسلام الفحشاء والمنكر رجال، هذول أشخاص. من هم هؤلاء الرجال؟ راجعوا الرواية الأخرى لعلكم تعرفون. الفحشاء والمنكر رجال، الصلاة هي التي تبعدك عن الفحشاء والمنكر. الصلاة التي لا تبعد، لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه ليست صلاة أصلا. الصلاة التي لا تبعدك عن أئمة الجور، هذه ليست صلاة. صلى مليون ركعة، ليس الصلاة هذه. الصلاة يلزم أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، تبعدك عن الفحشاء والمنكر. هذا باطن من بطون الآية المباركة. قلت المعنى الظاهري واضح وصحيح، وهناك روايات تؤيد المعنى الظاهري لا شك في ذلك، ولكن المعنى الظاهري لا يتنافى مع المعنى الباطني مع تأويل الآية المباركة. يقول عليه الصلاة والسلام الفحشاء والمنكر رجال. خب، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ذكر الله ما هو؟ يقول عليه الصلاة والسلام نحن ذكر الله. الصلاة تطهر تبعد. الأكبر من الصلاة نحن، حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، الذي هو أكبر. ولذكر الله أكبر، ما هو الأكبر الذي يبعد الإنسان عن الفحشاء والمنكر، سواء المعنى الظاهري للفحشاء والمنكر أو المعنى الباطني للفحشاء والمنكر؟ ما هو الذي تأثيره أكبر
في الإبعاد في النهي عن الفحشاء والمنكر. نحن حبهم، ولاؤهم، ولايتهم. نحن في هذا الأسبوع القادم مقبلون على بداية الأشهر الثلاثة المباركة العظيمة، هذه الأشهر التي هي فرصة أكبر من بقية الأشهر. كل أيام الدنيا هي أيام الله، أيام الله عز وجل، يتمكن الإنسان أن يتقرب فيها إلى الله عز وجل. ولكن هذه الأشهر الثلاثة لها خصوصية. بعض علمائنا كالشيخ الصدوق وغيره كتبوا كتبا مستقلة عن هذه الأشهر الثلاثة، كتاب كامل عن أهميتها، عن عظمتها، عن الأعمال فيها. الإنسان في هذه الأشهر الثلاثة يتمكن أن يصعد، أن يرتقي أسرع، أسهل، أفضل من الأشهر الأخرى. ولكن أولا التنقية، ثانيا الترقية. الصعود الرقي في هذه الأشهر ممكن، ولكن قبل الصعود، قبل الرقي، يحتاج الإنسان أن يكون نظيفا. يرتقي إلى من؟ أولا التنظيف، ثم الصعود. التنقية أولا ثم الترقية. بصورة خاصة شهر رجب للتنقية. اقرأوا الرواية الشريفة التي وردت في شهر رجب، أن يتنظف الإنسان، أن يصبح نقيا نظيفا، قلبه، روحه، أعمال شهر رجب أساسا أكثرها في التنقية، في التطهير. إن بقي شيء، إن شاء الله لا يبقى، إن بقي شيء، شهر شعبان مرحلة تالية، مرحلة مختلفة عن مرحلة شهر رجب. وإن شاء الله متى لا تبقى الأوساخ، لا تبقى على القلوب بانتهاء شهر رجب. الإنسان يدخل إلى شهر شعبان نظيفا ليرتقي، ليصعد في شهر شعبان وشهر رمضان. كيف؟ بالاستغفار، بالأعمال الصالحة الواردة في هذه الأشهر المباركة. كلمة أقول: حب علي حسنة لا تضر معها سيئة. حب علي درجات، حب علي صلوات الله وسلامه عليه درجة من درجاته، موجودة عند المؤمنين كلهم ولله الحمد. وهذه الدرجة عظيمة، مؤثرة، مهمة، أساسية، أقوى منظف. ولكن المؤمن الذي يحب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يرضى أن يقال لإمامه: أنت أتباعك يرتكبون ذنوب؟ وهذا قيل لأهل البيت مرارا وتكرارا. لاحظ الرواية الشريفة، هذه الرواية الشريفة التي قرأتها لكم من الكافي الشريف. هذا المؤمن العظيم الجليل قال للإمام هذا الكلام، أن بعض أتباعكم يرتكبون الذنوب.
لا يصعب علينا أن يقال لإمامنا هذا هكذا كلام؟ لأجل ماذا؟ لأجل بعض الشهوات؟ يقال لإمامنا أتباعكم بعضهم يرتكبون الذنوبا معاصي، الإمام لا يحرج؟ لأجل ماذا أنا أرتكب ذنبا؟ أجعل الإمام في موقف حرج حتى لو كان الحرج صغيرا؟ لأجل شهوات؟ هذا حب؟ الحب درجات. الإنسان بالفعل يحب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا يرضى لأهل البيت أن يقال لهم هكذا كلمة. من أجلنا نحن ناهيك عن أن الإمام عندما يرى في أعمال المؤمن عملا سيئا الإمام يتألم، ناهيك عن ذلك. درجة من درجات الحب موجودة عندنا ولله الحمد، وهي عظيمة جدا، ولكن نبقى في هذه الدرجة دائما؟ نحتاج إلى درجة أعلى من هذه الدرجة، أن تصغر الأشياء، الدنيا كلها تصغر في عيوننا أمام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أمام كلمة أهل البيت، أمام أوامر أهل البيت ونواهيهم. خلاص الدنيا لا قيمة لها، الإمام أمر، الإمام نهى، خلاص. المؤمن لا يحتاج إلى أكثر من ذلك. هذا المنظف القوي، هذا اللطف العظيم من الله عز وجل أن جعلني أدين الله بولاية إمام عادل من الله عز وجل، هذا الشيء العظيم أعرف قيمته. إذا عرفت قيمة هذا الشيء كل الدنيا تصغر عندي، مصائب الدنيا، مشاكل الدنيا، شهوات الدنيا، ما هي قيمتها؟ يرتقي الإنسان في هذا المجال وسائر المجالات. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركات محمد وآل محمد، ببركات الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه الذي نستقبل في هذا الأسبوع ذكرى مولده الشريف، ببركات الإمام الهادي أبي الحسن الثالث علي بن محمد صلوات الله وسلامه عليهم الذي نستقبل أيضا في هذا الأسبوع ذكرى مولده الشريف على قول قوي، ببركات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم بحقهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم بحقهم ارزقنا زيارتهم في الدنيا، ارزقنا خدمتهم في الدنيا، ارزقنا اتباعهم في الدنيا، ارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أمير المؤمنين